مع ملك المقامات ومحرك القلوب معالي الدكتور عبد الناصر حرق. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك أوحينا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله عليك يا أخي عليك. يلا بسرعة يا سيد بسرعة. لا جيب لي حتة لها مصروف ياد يا سيد. يلا يا ابني بعد إذنك بس معلش. الله يحفظك يا سيدي. ألا إلى الله تصير الأمور. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء مدد كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر معلم وقارئ ومفسر وانت النهارده والزمن الزمن قائد سفينه القراء وبعدين لا ربنا يحافظ عليك يا دكتور عبد الناصر يا دكتور عبد الناصر لسانا زكيا وقلبا تقيا وقرانا ربانيا والدكتور اشرف عبد الحليم والدكتور مسعد الدوري اصدقاء وفي ربنا يزيدك يا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد بعدين
خلاص من علم. شوف العلم، شوف التلاوه، شوف القارئ اللي فاهم والمعلم. اقعد يا شيخ، سبحانك. إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. حبيبي ما ينفعش كده، معلش معلش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فاللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء
ولأسقى منا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا بالقرآن الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن وشفع فينا الصيام وشفع فينا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون وصلنا إلى ختام ليلتنا المباركة بتلاوة قرآنية مباركة من علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي الدكتور عبد الناصر حرك ملك القلوب ملك المقامات ومحرك القلوب في هذه الليلة الطيبة ليلة تكريم الحاجة مجدة حسين متولي الألفي حرم المرحوم عبد الحليم محمد عبد الحليم النجدي والد السيادة المحاسب محمد عبد الحليم محمد وشقيقة الأستاذ عادل الألفي وحمات كل من الدكتور مالك السعيد الأستاذ حسام موافي الأستاذ هيثم موافي وزوجة أخو كل من المرحوم الدكتور علي عبد الحليم رحمه الله رحمة واسعة والمهندس محمد عبد الحليم والأستاذ السيد عبد الحليم وسيادة المهندس عبد المنعم عبد الحليم والدكتور أحمد محمد عبد الحليم والإعلامي القدير الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحليم وخالص العزاء من العمدة إسماعيل محمد إسماعيل وخالص العزاء أيضا من عائلة أبو جابر الحاج صلاح أبو جابر ومن الأستاذ محمد الباز ومن الأستاذ محمود فرحان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. في ختام هذا اليوم لكم تحيات الهندسة الصوتية مهندس السيد رضا صالح والفراشة الكبرى لأولاد الحاج السيد سالم إدارة المهندس أحمد السيد سالم والإنارة الحديثة للحاج بلبل أبو إسماعيل والخدمة الفندقية للمتر محمد حافظ البواردي وكاميرات التصوير للمهندس محمود الملكي والمهندس أشرف حسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل آية وكل كلمة قيلت في هذا المكان في ميزان حسنات المتوفاة وفي ميزان حسناتكم جميعا. لكم تحياتي مسعد الجهري من مذيع إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.